ما سرق المعاشات بعد ما سرق المعاشات. انا بجيب علاج انا ومراتي ب 650 جنيه ده مش معايا. بشحت بشحت عشان اكمل بقيه العلاج في الميه وما بناكلش. امبارح جايلي وصل غاز ب 50 جنيه بنعمل شاي انا ومراتي ما بنطبخش. ما اعرفش ال 50 جنيه دول بتوع ايه. ببعت رسالة باسم أصحاب المعاشات للسيد رئيس الجمهورية. بقول يا سيادة الرئيس، أنت في آخر خطاب قلت اللي أنت بتعرف كل حاجة. إحنا النهاردة من 2005 لحد النهاردة واقفين بنطالب بحقوقنا من الوزارة. مفيش وزير يا سيادة الرئيس نفذ أي حاجة. إحنا عندنا عصام شرف ما عملش حاجة، عندنا هشام قندين ما عملش حاجة، عندنا كمال الجنزوري ما عملش حاجة، عندنا أحمد شفيع ما عملش حاجة، عندنا إبراهيم محلب ما عملش حاجة، عندنا شريف إسماعيل ما عملش حاجة، عندنا أحمد نظيف ما عملش حاجة، عندنا حازم الببلاوي. 8 وزراء يا سيادة الرئيس لحد النهاردة مفيش حد عمل حاجة لأصحاب المعاشات. يا ربي يا ربي يا ربي.